الأولى. طيب القبلة الأولى اللي هي تكون هنايا طيب. على الرأس، على الرأس، أنه هذه راهي علميا تثبت أنها أني فخورة بك كونك أنت ابني على الرأس، على هنا. نعم. هنا هنايا. ونفس الشيء بالنسبة لللمسة، لللمسة هنايا كي تلمس ولا كي تقبل على الابن ذلك فخورة بوجودك في حياتي. نعم. ما نستهزاوش. عندنا القبلة الثانية اللي هي تكون على الجبين، اللي هي أني راضي راضية. أولادنا نهار يحسوا بلي رانا نعسوا فيهم، أنا في حرب، آه لا لا ما راكش بيان، راك تغلط بزاف، ما راكش راضي عليه، أوتوماتيك ممسكين هو يخاف منك، يولي عنده تصلب تشنج من جهتك، ما يقدرش يكون ألاز معك. دونك قبلة الثانية راني راضي عليك. قبلة الثالثة اللي هي على الوجنتين، على الخدين، اللي هي أنا أشتاق إليك، اشتقت لك يا وليدي، توحشتك يا بنتي. واش فيها الا حسسنا وليداتنا بهذا النقطه؟ جميل. هما وليد احنا على بالنا او فون دو نو كو سي فري جي بيزوان دو توا وتوحشتك وكاع، مي هو يستحق الفعل، ما على بالوش واش كاين في قلبك. لو كور اي ني با ترونسبارون باش يقدر يشوف. لازم يكون تعبير، لازم يكون تعبير للاطفال. ممتاز. القبله الرابعه اللي تكون على اليد، صدقني علاش بكري لي بارون يبوسوا لهم يديهم، دوك ما يبوسوش يدين الاولياء، باسكو بكري يلعبوا مع اولادهم كي كانوا صغار، يبوس عطيني يدك يبوسوا يدو. كانت الحنانه دوكا هذا واش نقصنا. انا مانيش قبل على اليد، نحب نحبك. ممتاز. نحب وليدي، نحب بنتي، ما فيها والو تشديد. اذا كان العكس، اذا كان الابن هو اللي يبوس امه على يدها بزاف اوتوماتيكمون العكس، ما تقول لك ماما نحبك. داكور، ممتاز. سا هذا التعبير موجود نفسيا وموجود مثبت علميا وقد ذكر من قبل مم شرعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها البنت، كان يقبل سيده فاطمه من الجبين تاعها. نعم. يقولها ابنه ابيها، يقبل لها من اليد تاعها. نعم. سبحان الله. دونك هذه الامور صدقوني، انه وليدك ولا بنتك كي تدخلي اوليو تدخلي بحاجه غاليه في يدك تعطيها له، ما رايحش يعتبرها ويحسها قد ما ديري هذه الاشياء. عندك اللمسه تاع وراء الراس من اللور كي تمسيه، راكي تعطي له واحد لا سيكوريتي، الامان، راه تعطي له امان كي تمسو. تمسو من اللور نيمبورت لو كي يحتاج انه يمس، نمسو له راسو من اللور، كساسوا ولادنا امهاتنا ابائنا tout le monde. هذه هي الحنانه اللي تكون عندك. وعندنا اللمسه، لهذه اللمسه تكون احتياطيه. ما يعني ماشي دائما نهار تحس الابن تاعك مقلق بزاف، داخل على فروض امتحان انفورماسيون حاجه هكذا، ولا تشوفه بدا يقبح بدا يميل شويه للانحراف، ولا عندك لمسه الصدر انه تحك لوليدك في صدره، واش بيك وليدي غير علاش وليت هكذا، علاش وليت مقلق. لازم حنا نبداو باش وليداتنا يمدوا لنا. ناكد 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 لا لونسيان جينيراسيون، جو بارل با دو ما جينيراسيون، ماشي على جيلي انا ولا جيل الله يبارك عليكم نتوما، نهضروا على ابائنا. نعم. صدقوني كانت كاينه. صح كانت كاينه. صحيح كانت صحيح كاينه. صحيح. انا جو مسوفيان الاب تاعي يدخل الام الله يرحمها ديالو ماني الله يرحمها، ايما تجوزيدها على ولادها نشفى يموتوا عليها يحبوها. دونك يفو فيغ سا، كانوا كاينين هاد الامور. صحيح. علاش بكري كانوا كاينين؟ لانه الام كانت اخف ضغط. نعم. كانت قاعده في الدار، كان كلش يوصل لها. نعم. كان كل كان الضغط خفيف. دونك حنا هنايا نبحثوا على حلول للامهات اللي تكون مضغوطه. قلت لكم ما بين هذه الحلول انها تعطي ديك الراحه تاع ربع ساعه، ربع ساعه كي تدخل لازم تمدها لنفسها. اذا ما مدتهاش لنفسها وما استرجعتش قوتها النفسيه وما استرجعتش الراحه تاعها شويه، ما تقدرش من بعد تمد لوليداتها.